أنا يهمني نعم النهاية. التشدد هو مستوطن في المملكة، هو ليس ظاهرة وليس مستوردا كما يزعم. التشدد جاي من الفكر المتشدد وهو مصدره عندنا، والتشدد سببها أيضا الانغلاق السياسي، حيث لا مخارج ولا مسارب ولا أحزاب ولا حريات، وبسبب توقف عجلة الإصلاح السياسي إن لم تكن أصلا هي لم تبدأ، وبسبب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والغلاء الفاحش وغيرها. الحل ولهذا لا يمكن التوقع أن يستمر. الحل يا دكتور حمد الحسن، طريق الحل، الحل أنه شيء من الانفتاح، شيء من الحرية، شيء من الآراء الأخرى، شيء من احترام الرأي، هذا هو الذي يصلح البلد. ولكن أما إذا استمروا على هذه الحال فالدكتور عبد العزيز قاسم، الدكتور عبد العزيز قاسم قال يعني العلاج لا يأتي عن طريق الصدمة، العلاج يأتي بالتدرج. هذا التدرج هم يحتاج إلى 50 سنة، هم لم يبدأوا ولن يبدأوا. هؤلاء يزعمون يتكلمون بالتدرج وهم لم يبدأوا. قل لماذا بدأوا فيه؟ أي تدرج هم عملوه؟ هؤلاء لا يستخدمون التدرج ولكنهم لا يعملون شيئا. البلد متوقفة جامدة، صار لها من 20 سنة هي جامدة، وهامش الحرية الذي حصل عليه الناس هو بسبب 9/11. قبل ذلك لم يكن هناك مجلس شورى، لم يكن هناك انتخابات بلدية. أي شورى يا عمي؟ كان هذا أسوأ من أن يكون هناك مجلس. يا ليتهم لم يعملوا لنا مجلس شورى والانتخابات البلدية، لأن هذا المجلس هو أسوأ. هذا نصف يعطوك المجلس شورى معين لا فائدة منه، يعني تضليل أسوأ من أن يكون. يا ليت لم يكن يا سيدي. ولكن هذا كوب، يعني هذا نصف الكوب الفارغ. هذا تراه أنت كذلك، هذه وسيلة تضليل. هذا المجلس لا يهش ولا يبش، هذا مجلس بلا أسنان، هذا مجلس لا يمثل إلا من يعينه. طيب يا دكتور عبد، هذا المجلس لا يناقش قضايا مهمة. انتهينا يا دكتور حمد الحسن. دكتور عبد، يعني قسوة، كلام كبير. يعني أنا بالتأكيد أتوقع هذا الكلام، وأتوقع أن هؤلاء يعني يلبسون نظارات لا ترى إلا الجانب المظلم تماما، ومعهم حق لأنهم في مقاعدهم الوثيرة في لندن يرتدون نظارات سوداء. تماما. وما الذي تتوقعه من هؤلاء؟ ولكن في الداخل السعودي يعرف مدى التطور ومدى روح التدرج في كثير من الإصلاحات. لعودة إلى موضوع التشدد، أنا أود فقط أن تقابل رأي الدكتور سعد الفقيه برأي الدكتور حمزة الحسن لأنهما متصادمان، فتخرج بنتيجة. الحقيقة الدكتور سعد يقول لا يوجد تشدد، وبزعمه يقول القمع وما القمع. الدكتور حمزة يقول أنهما متناقضان، تقول بأنهما متناقضان فنخرج منها سالمين. قابل رأي هذا برأي هذا وهما في لندن ونخرج منها سالمين. أعود للدكتور سعد الفقيه، لأنه قال يعني هناك تزكية CIA. نعم، هو يعرف كيف أن CIA أرادت الدخول وأرادت أن تدخل في قضايا التحقيق، وتمنع كثيرا سمو الأمير نايف ورفض هذا. لذلك لما جاءت التزكية بعد لأي وممانعة منهم أكيد تكون شهادة. هناك يتهم السعودية بالعمالة، عفوا لأمريكا. بعد معي نصف دقيقة، هذه نقطة مهمة. هناك يا سيدي مصالح، هل تريدنا أن نضع رأسنا برأس أمريكا مثل ما فعل صدام حسين وغيره؟ هذه الأمور أنت تفعلها، لكن ولاة أمرنا هناك مشبقون. برأيك في حل لظاهرة الإرهاب في المملكة برأيك؟ بالتأكيد. يعني هم قالوا الانسداد السياسي هو الذي يفتح المجال للإرهاب، أيضا الفكر المتطرف. برأيك أين الحل؟ لا يوجد حل واحد، مجموعة حلول. وبالمناسبة الإرهاب ليس مختصا بالسعودية، كل الدول الإسلامية يعني مبتلى بهذا، وليس حلها في جانب واحد، بل هي في مجموعة حلول ومجموعة من الإصلاحات. من أين نبدأ؟ من الجميع يعني يبدأون. فإذا نبدأ من الجميع، هذا ما ينتهي إليه دكتور عبد العزيز قاسم الإعلامي والأكاديمي السعودي. شكرا لك دكتور عبد العزيز قاسم، أيضا دكتور حمزة الحسن والدكتور سعد الفقيه من لندن. شكرا لكما. إلى اللقاء في الأسبوع المقبل مع قضية جديدة. السلام عليكم.